قامت وزيره الثقافه نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده بزياره جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء للحرف التقليدية والتراثية المشارك بقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، أوضحت وزيرة الثقافة خلال الزيارة أن كل المنتجات التي تعرض أو تعرض بجناح الوزارة صديقة للبيئة حيث استخدمت مواد لا تسبب انبعاثات حرارية، كما أن تلك الخامات يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى، مشيرة إلى أن من أهداف قمة المناخ تعميق الوعي بثقافه العمل على الحد من التغيرات المناخيه واستخدام مواد صديقه للبيئه